انتخابات بحال البيع والشراء مبنية على الثقة، والثقة فقدناها من شحال هذه في الفاعلين السياسيين في الأحزاب، ولكن كذلك في الدولة، لأن النظام ديالنا ما عطاش هامش كبير للفاعلين السياسيين باش يكونوا مؤثرين. ولكن هذه المرة عندي أمل، واحد بسيط ديال الأمل، جاء من اللائحة ديال فيدرالية اليسار الديمقراطي في أقدم الرياض اللي أنا تنسكن فيها. علاش؟ لأنه عمر بلفرج الوكيل اللائحة والأشخاص الآخرين اللي معاه بحال محمد الساسي والناس اللي عندنا فيهم ثقة، هما ناس نزهاء أولا، ثانيا عندهم الهم ديال الشأن العام، ثالثا عندهم الهم ديال حلول واقعية اللي تدير الثقافة في صلب المشروع ديالهم، والهم ديال المواطن في صلب المشروع ديالهم. لذلك أنا سنعطيهم المساندة ديالي.